رجعنا لحضراتكم من جديد. الفقرة الخاصة بقى معانا النهاردة للأطفال، فقرة خاصة بجوائز الدولة للمبدع الصغير. لسه مستمرين مع حضراتكم في ان احنا نستضيف الأولاد اللي أبدعوا وعندهم مواهب مختلفة. النهاردة هيكون معانا الجوائز الخاصة بفروع القصة والمسرح من فئات العمرية المختلفة الأولى والتانية. تعالوا نرحب بقى بالمبدعين الصغار اللي كلهم النهاردة بنات وعاملين أفكار للقصة وللمسرح. أنا الحقيقة لما سمعتها قبل الفاصل انبسطت جدا جدا وعرفت إن مصر إن شاء الله كده فيها بنات قوية. تعالوا نرحب بيه بقى ضيوف اللي جايين من محافظات مختلفة بقى النهاردة، في تنوع معانا النهاردة. فريدة أحمد الفائزة بفرع المسرح جائزة الدولة المبدع الصغير وجاينا من اسكندرية. صباح الفل عليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ومعانا كمان بقى سيلينا سمير فايز برضو بفرع المسرح ولكن الفئه العمريه الاولى 10 سنين، صح كده؟ وجايه من اسيوط. صباح الفل. صباح الفل، عامله ايه؟ كويس. صحيه من الساعه كام عشان تيجي؟ 6. 6، خليكي ايوه كده، ده نشاط حلو. طيب تعالي كمان نرحب بجولي رفيق الفايز بفرع القصه بقى، صح كده؟ ولكن الفئه العمريه الثانيه و18 سنه. ولكن جولي من القاهره. صباح الفل عليكم يا بنات، اخباركم ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. تعالوا نبدا بفريده. احكي لي بقى يا فريده، انت قصه اللي كسبتي بيها في المسرح ايه بقى؟ المسرحيه اسمها انا انت وانت انا. حلو. المسرحيه بتتكلم عن التفرقه بين البنت والولد. تمام. وهي نظره عن المجتمع، وانا جبت حاجه في التفرقه دي بس من البيت، ان الام بتفرق بين البنت والولد وتخلي البنت تعمل كل حاجه في البيت وبتخليها تخدم اخوها، واخوها اتعود على كده من صغره، فبقى في كل نظره ان كل البنات لازم تخدمه. ومش جايبه ان هو كان بيساعدها، يعني مش حتى الحياه مشتركه، هو فقط اللي قاعد باشا واحنا اللي على طول ايه بنخدمه من غير ما يبقى في حياه مشاركه. يعني مش عيب ان احنا نخدم اخواتنا، بس الفكره ان احنا نخدم لازم بعض، لازم نشارك. لكن بعض. القصه اللي انت جبتيها ان هي بس اللي بتخدم وما بيشاركهاش. وبرده في النص دخلت مشاهد تخيليه زي ان الساحره طلعت له وخلته مكان البنت. حلو. تبادلوا الادوار. فهو بقى قدام مامته ان هو البنت اللي هي اسمها مريم. هو اسمه خالد، فهو بقى اللي بيعمل كل حاجه، وبقت مريم هي اللي عايشه حياته وبقت سعيده وعايشه براحتها. وبعد كده لما تعب من شغل البيت وعرف ان لازم يساعدوا بعض وان شغل البيت على شخص واحد متعب جدا، برضه طلعت له الساحره تاني وقالت له هرجعك بس بشرط انك توعدني ان انت هتساعد اختك ومش هتخليها تخدمك. يعني اداها وعد ان هو هيساعد اخته ويعمل كل حاجه مع بعض. وبعد لما كل واحد رجع لطبيعته قال له مامته ان هو هيساعد اخته. طبعا مامته كانت رافضه اصلا ان هو يساعد. يعني انت عامله ان المشكله الاصل من التربيه. اوكي. جات لك الفكره منين؟ يعني شفتي ايه نموذج قدامك خلاكي تعملي القصه دي؟ كنت بقرا على السوشيال ميديا كتير، وكانت الفكره دي برده موجوده في مسلسلات كتير. فانا اخدتها كتبتها في مسرحيه. اوكي. انت ليكي اخوات ولاد؟ احكي لي عن بقى تجربتك مع اخوك الولد. لا عادي، بنساعد بعض يعني ما عندكيش الازمه دي في البيت؟ لا لا لا، هتروحي ومحدش هيعمل حاجه. تمام. طيب تعالى ننتقل لسيلينا من اسيوط بقى فرع برده المسرح. قصتك ايه؟ اسمها خليك جميل ومبتسم، مكونه من فصل واحد. ايه بقى حدوتتها؟ هي الفكرة الرئيسية بتاعتها التنمر. الله، تفرقة عنصرية والتنمر، ايه يا جماعة البنات الحلوة دي؟ ها، وفي يعني جنب التنمر كم موضوع كده صغير علشان يخدم الفكرة الرئيسية، علشان بقى المسرحية تكبر بقى وتبقى مسرحية. طب ايه بقى التنمر هي الفكرة الرئيسية، ايه كم موضوع او كم زاوية اللي انت جبتيهم عشان خاطر يخدم المسرحية؟ هو مش يعني تقريبا السوشيال ميديا. وهو كذا موضوع بس انا دلوقتي مش متذكرهم كلهم. هي السوشيال ميديا واهميه الطب النفسي، ده اللي انا فاكراه دلوقتي. اوكي. طيب ايه بقى قصه التنمر اللي انت البنوته اللي انت البطله بتاعتك؟ هي البطله اسمها جميله. هي بتتعرض للتنمر من صغرها. بسبب ايه؟ زياده الوزن. تمام. ويعني انا جبت الفكره دي نموذج شفته قدامي، يعني انا لو ما كنتش شفت النموذج ده انا ما كنتش اصلا هعرف اكتب عن المسرحيه ولا هعرف من الواقع. مدرسه الواقعيه دي، الله عليكي. يعني جبت الفكره من مش واحده معايا في الفصل، بس مش هي اللي ادتني الفكره، يعني انا اخدتها
من الحياة اللي هي عايشة. انت سمعتي قصتها والواقع بتاعها فانت تخيلتي. يعني هي بتعاني من زيادة الوزن، ويعني بشوف ان هي بتلاقي تنمر كتير في المدرسة، فعشان كده حبيت اتكلم عن الموضوع ده في طب بما انكم كتاب بقى ومؤلفين بقى هكلمكم بلغة الكتاب. اتفضلي. كيف تناولتي هذا الموضوع في المسرحية؟ في مسرحياتي انا كنت في المدرسة صباحا عادي يعني خالص، فرأيت هذه الفتاة. يعني الصحابها كانوا بيقولوا لها ايه بيضايقوها فانت جبتيه في المسرحية؟ هو اللي مش يعني اللي انا فاكراه دلوقتي، فاكراه قوي ومعلم في دماغي خالص، كانوا هم كل في المدرسة كل سنة بيعملوا لنا تحاليل يعني علشان يتأكدوا على صحتنا احنا تمام. ففي التحاليل دي بيقيسوا الوزن والطول وبياخدوا كده دم مننا عشان يقيسوا السكر. فبعد ما طلعنا الفصل، في واحدة سألت البنوتة دي، قالت لها انت وزنك طلع كام؟ اللي هو ان هي وكل بنات الفصل قاعدة في الفصل، هو بس في شوية تحت بس ناس كتيرة قاعدة في الفصل. فايه اللي هي عايزة تحرجها علشان اللي هو عايزة تعرف هي، علشان هي شايفاها ان هي تخينة. فان هي عايزة تحرجها اللي هو انت طلعتي تخينة. فجبتي بقى ايه الجانب النفسي للبنوتة دي؟ هي بتتعالج نفسيا، تعبت نفسيا واتضايقت من العيلة، من الأسرة بتاعتها بيتنمروا عليها برضو. والمجتمع اللي حواليها. فانت بقى جايباها يا عيني تعبت نفسيا خالص. ده انا بتصعب عليا. جميله بتصعب عليكي. والله يا بنات انا بحييكوا قوي على فعلا مبدعين صغار، يعني حتى الاكسبريشنز اللي بتستخدموها والموضوعات والواقع. لا ايه ده، ايه الجمال ده، ايه البنات الحلوه دي. تعالوا ننتقل لجولي برضو، عامله 5 قصص بقى. انت فرع القصه يعني. فريده وسيلينا فرع المسرح، عاملين مشاهد وفصول وسيناريو وحوار. انت بقى روايه قصص قصيرة. قصص قصيرة، 5 قصص قصيرة. ايه عناوين الخمس وموضوعاتهم؟ اول قصة مش عادي. مش عادي تحكي عن ايه؟ بتتكلم عن اكتر قضية بتوجع الست المصرية بمختلف الاعمار. وهي التحرش الجنسي. بتكلم عن التحرش في فئات عمرية مختلفة، في طفلة، في مراهقة، في شابة في الجامعة، في واحدة بتشتغل، وازاي ان هم تعرضوا للتحرش بصور مختلفه وفي اماكن مختلفه، سواء في الشارع، في المواصلات. شفتي نماذج، سمعتي عن نماذج، قابلتي حد مثلا؟ كان يعني تجميعة حاجات كتير. حاجات حصلت لناس اعرفها، حاجات شفتها على السوشيال ميديا. وكمان علشان اقدر اكتب، يعني يكون عندي خلفيه كبيره اقدر اكتب بيها، نزلت دراسه كانت عملتها هيئه الامم المتحده هنا في مصر عن كيفية القضاء عن التحرش الجنسي هنا في مصر. كان سنة 2013. فنزلت الدراسة دي على اللابتوب وقعدت اقراها عشان اعرف نسب واعرف ارقام واعرف ايه اكتر اماكن بتنتشر فيها. قعدتي مع بنات مثلا حكولك تعرضوا لايه ونفسيتهم؟ هي الدراسة دي بتتكلم مع كذا، انا كنتش اقدر ان انا اخد كذا بنت واتكلم معاهم وكده. فالدراسة دي خلتني اشوف كذا بنت وخلتني يعني اسمع حكاياتهم. برضو كان في ناس بقى اصحابي، حاجات حصلت معايا انا شخصيا، كانت تجميعه كده كلها اتكتبت في القصه. كنت حابه ان انا اتكلم هو قد ايه التحرش فعلا بيوجع كل ست، وانه ما فيش ست تقريبا ما تعرضتش للتحرش. بيأثر على نفسيتها بشكل سلبي جدا. ومش كل الستات بيبقى رد فعلها واحد للتحرش طبعا. كلهم بيتوجعوا وكلهم بيتألموا جامد، وفي ناس بتألم معاها بامراض نفسيه. طيب دي القصة الأولى. القصة الثانية. القصة الثانية هي قصة غير حياتي، بتتكلم عن مرض أعتقد كل الناس اتوجعت منه وهو الكانسر. وإن هو إزاي بيغير حياة كل اللي بيصابوا بيه. ولد ولا بنت ولا بنات بس؟ لا في القصة دي بنات بس. وإزاي بيغير حياتهم سواء للأحسن أو للأوحش. في ناس للأحسن بتكتشف الناس اللي حواليها، بتكتشف حبهم ليها، في ناس بتبقى مثلا متعجرفة طلع فيها، بالذات اللي هم محاربي سرطان الثدي. بالظبط. وانه ازاي انه حياتهم كلها بتتغير بعد ما بيصابوا بالسرطان. في قصه 40 عاما بعد العزله. دي يعني البونبونيه بتاعت الخمس قصص. حاولت اسافر كده 40 سنه من دلوقتي سنه 2061 ونشوف حوار ما بين جده كانت مراهقه في فتره الكورونا، دلوقتي بقت جده وبتحكي لاحفادها تجربتها مع الكورونا.
اوكي. وبنرجع فلاش باك وبتحكي حكايات. وحاولت بقى ان انا اجيب اجهزه، يعني اتخيل اجهزه مش موجوده دلوقتي موجوده ساعتها، مثلا ان هي قاعده بتعمل لهم اكل حاجات حلوه. انا مثلا جهزت تعملي بسبوسه كده، هم تعمل لهم مولتن كيك، الحاجات بقى ده خلاص العصري بقى، عصر بقى تقدم وكده. وحاولت برضو اتخيل مثلا ناس هي بتحبهم مثلا ممثلين او مغنيين دلوقتي كبروا قوي او ما بقولوش موجودين. اوكي يعني دي انا دي انا لا يعني انا بعد 40 سنه كده انا سرحت معاكي في الرحله دي. تخيلي ان انا بعد 40 سنه مثلا، بغض النظر عن المولتن كيك لان انا ما بعرفش اطبخ، بس يعني لا الرحله حلوه تصدقي. انا عايزه اقرا القصه دي، انا بعتهم لحضرتك كلهم. لازم يا ولاد تبعتوا لي القصص دي اقراها. طب دي القصه الثالثه، القصه الرابعه. القصه الرابعه هي يظنونه عائقا، بتتكلم عن مرض اضطراب طيف التوحد. اوكي. وانا عشان اكتب القصه دي كان لازم يكون عندي معلومات كبيره جدا عن مرض اضطراب طيف التوحد، فبدات اسال ناس دارسه في الموضوع، اطباء نفسيين ودكاتره طب، لان هو كمان في جزء يعني بيبقى طبعًا عصبي. فعرفت ازاي يعني، جبت كتب وجبت ويب سايتس تكون اخد معلومه منها وانا واثقه ان هي قابلتي صح. اطفال منهم؟ ما قابلتش اطفال منهم، بس انا ليا واحده يعني اعرفها ابنها عنده، فكان من حوار مع والده هايل. الطفل ده عرفت ايه اعراضه، عرفت امتى يعني بيبقى اسبابه ايه، سواء لو اسباب جينيه او اسباب لسه ما حدش اكتشف الموضوع ده بالشكل الكامل يعني. بس يعني اللي عرفته مثلا انه ممكن يكون تقدم سن الاب والام يبقى عامل من ضمن العوامل اللي الطفل يصاب بتوحد، من ضمن اسباب كتير يعني الاحتمالات. طب القصه الخامسه، القصه الخامسه هي قصه اتحدث بيدي، بتتكلم عن طفل ابكم بيجد صعوبه بان هو يتواصل مع عائلته والمدارس بترفضه بسبب حالته، والمدارس اللي تسمح بحالته غاليه جدا، فمامته بتكتشف ان هو بيرسم، فبتوظف الرسم ده، بتجيب له مدرسه وبيتعلم الرسم ويخش مسابقات، وبالفلوس اللي بتكسبها من المسابقات دخل المدرسه اللي تقبل حل المشكله بتاعته. يعني تسمحوا لي يا بنات اسقف لكم؟ شكرا. بجد انا واقفه او بحاور، مش اطفال يعني، اعمار 15 سنه و18 سنه و10 سنين، ايه الجمال ده وايه اللباقه في الكلام والبحث. يعني انتوا لو كنتوا بتعملوا رساله ماجستير الواحد هيبدا يتعلم اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. انا احييكم يعني، وما شاء الله عندهم وعي وادراك بقضايا مجتمعهم وبقضايا المراه وقضايا البنت، ولامسين قوي الواقع. احييكم بجد يعني، تحيه ليكم، وتستحقوا فعلا تبقوا المبدعين الصغار. انا بجد مطمنه على الدراما المصريه والمسرح، ودي لما شفتكم يعني في بوادر بجد الله اكبر عليكم. طيب انتوا من خلال المشاكل اللي انتوا رصدتوها من خلال القصص والمسرح اتعلمتوا ايه؟ يعني نبدا بسيلينا، اتعلمتي ايه يا سيلينا مثلا من القصه بتاعتك؟ انه هو يعني ان في ناس ممكن يبقى جواها يعني حاجه بس هي مثلا في عائق، يعني مثلا زيادة الوزن مثلا. شايفين مصطلح عائق؟ عائق. شفتوا ثقافة يا جماعة، الله أكبر عليكي، ربنا يحميكي. ها يعني مثلا خلينا في زيادة الوزن علشان المسرحية أنا بتاعتي عن التنمر في زيادة الوزن. فمثلا حد عنده زيادة وزن مثلا عنده جواه موهبة، مثلا عنده رسم، تمثيل، يعني مثلا لو عنده موهبة التمثيل مش هيعرف عشان خاطر عائق التنمر اللي يقول له انت تخين، فممكن بالزبط. ما يعرفش مثلا، وما يعرفش يقف على المسرح او يقف قدام كاميرا لانه بيلاقي تنمر من اللي حواليه دايما، وممكن ما كمان ما يقدرش يتحرك بسبب زياده الوزن. وعلى فكره ممكن ما يكونش هو السبب في انه يبقى زياده وزن، ممكن يبقى جينات ان هو يعني ان هو عنده زياده وزن، وممكن مثلا تبقى وهو مثلا مامته صغيره كده يفضل بتزغطوا كده زي البطه زي يا جماعه كل بنت فيهم والله تستحق حلقه لوحدها بجد والله. انا اول مره اقول الكلام ده، ما انا بقالي فقره الاطفال دي 4 سنين، يعني كل واحده منهم تستحق حلقه لوحدها اقعد اتناقش معاها ونتكلم، بتقول كلام رائع. فريده
هو بس انا كنت عايزه اقوله ان البنت زي الولد والراجل زي الست. الست تقدر تعمل اي حاجه، تقدر تشتغل مدرسه، محاميه، ممكن تدخل كليه الشرطه وتحارب عادي وتشتغل كل اللي هي عايزاه، مش وممكن تبقى برضه ام في البيت. اه يعني ده الشغل بجانب انها تبقى مع اولادها في البيت، يعني مم. مش شرط البيت بس. انتي مفرحاني قوي، انتوا مفرحيني. اتعلمتي ايه يا جولي؟ انا بحب قوي وانا بتكلم في القصص بتاعتي ان انا اخلي القارئ يحط نفسه مكان اللي جوه. وانا بكتب بقيت احط نفسي مثلا في قصه الكانسر، بقيت احط نفسي مكان كل واحده عشان واتوجع تحسي لها بيها. قوي بالظبط. لما قريت عن التوحد اتعلمت عنه كتير، اتبسطت ان انا يعني عرفت معلومات عن مرض نفسي وعصبي زي ده. هل لما بدأتوا تعلموا أصحابكم توعوهم؟ يعني بدأت مثلا لو اشوف حد قدامي بيقول مثلا، لو حد قاعد لوحده على جنب بيقول انت متوحد ولا ايه، اخش لا اخش اقول لا ما ينفعش نقول كده، التوحد مش حاجه. يعني انا كل ما اشوف حد قاعد على جنب لوحده اقول له انت متوحد ولا ايه، لا ده مرض نفسي وعصبي ما ينفعش ما تتنمر ينفعش بيه. يعني استهون بيه، او ان انا اي حد ماشي اقول عليه انت متوحد. انتوا نفسكم يا بنات تطلعوا ايه؟ انا مش عارفه يعني. انتوا نبدا بفريده. انا كل انا بدات ماشي. يا فريده صيدلانية. صيدلانيه، مع انك انت عندك موهبه الكتابه. طب ايه بقى العلاقه؟ هو انا بحب المواد العلميه اوكي، بالذات ماده الساينس، انا بحبها جدا. فهتكملي انك تبقي صيدلانيه وهتكملي في في الكتابه. الكتابه اوعديني ان شاء الله. بجد انت عندك موهبه رائعه، اوعي تنسيها. بالعكس انت ممكن تعملي الاثنين بالمناسبه. طب سيلينا، عندك يعني عايزه نفسك تطلعي ايه؟ نفسي اطلع ممثله. ممثله. انت عم محضره لنا كده مشهد صغير، قولي لو بسرعه عشان عايزني اعمل صوره. اوكي قولي يلا بسرعه. حاضر. هو انا همثل مشهد من مسلسل راجل وست ستات، مش فاكره الحلقه الكام، بين الفنان اشرف عبد الباقي ولقاء وسامح الخميس. حسين. أسامح حسين. طب يلا. انت عملت ايه في الكلب بالظبط ياض؟ بص يا دولا، انت كده هو ان كنت بتديني 2 جنيه ونص اجيب لنا وهو لانشون ناكله سوا. من يومين كده قلت لي جيب له هو ب1.5 جنيه، وليك انت ب1 جنيه رمزي وكل واحد في ورقه لوحده، بتخوني. طب ما عادي، ايه المشكله في كده يعني؟ لا ده يا دولا مش عادي. انا بقى ايه، قمت رديت لك الصاغ ده بقى ايه الصاغين، جبت له انا ب1.5 جنيه كلت كله لوحدي، وجبت له هو ب1.1 جنيه بس لانشون، واللي فاض منه كلته كمان. طبعا يا رمزي انا مش هقدر انزل لعقليتك، لكن اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ جبت للكلب شلل في لسانه. بص يا دولا، انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجه، بس اللي اوله شرط اخره نور، يعني يا الكلب ده في البازار. يا سلام الكلب، يلا اتكل على الله. لا يا دولا والنبي، انا كنت بهزر والله يا دولا، كنت بهزر، ما تقطعش عيشي يا دولا والنبي. ايوه كده تعدل. عموما الكلب ده هيشتغل مدير عام للبازار، وانت هتبقى شغال عنده. الكلب ده هزده له يمين تروح يمين، هزده له شمال تروح شمال، سامع؟ ماشي يا دولا. طب افرض الكلب ده بقى فرح وقعد يزد له شمال ويمين، اعمل ايه؟ تفضل رايح شمال ويمين لغايه اما الدخون يخلص منك. الله، دي كمان عندها موهبه التمثيل. أوه. طب نفسك تطلعي ممثله، اه بس ما تنسيش الكتابه، لا تقدري تبقي لاني الاثنين. حابه يعني، دي اول مره اكتب مسرحيه كامله. انا بكتب من سنه او سنتين بس مونولوجات ومشاهد صغيره، طيب دي اول مره اكتب مسرحيه مسرحية كامله. كاملة. حبيت كده قوي قوي، ويعني عايزه اكمل في المجال اساسا، ونفسي اكون ممثله زي الفنانه دنيا سمير غانم مثلا ربنا الاعلى. يا رب يكرمك وتحققي حلمك. انت يا جولي، انا نفسي اكون دكتوره وفي نفس الوقت دكتورة بكتب. ايه؟ جراحه اورام. جراحة اورام، مع انك انت قصصك ما فيهاش اورام. لا، في قصه تغير حياتي عن كانسر. اه الكانسر. صح، كانسر صح. فانت انطلقت الحلم من هنا، ولا انت الحلم هو اللي لا شجعك احنا على عندنا الكتابه؟ الكانسر وراثه في العيله، ففي حالات كتير قوي يا كانسر، حبيبتي ربنا يحميكي فنفسي ويشفيك. يا رب، فنفسي ان انا اطلع دكتوره يعني جراحه اورام، يعني اساعدهم شويه. تساعديهم. انتوا اصلا يعني مين اللي شجعكم تكتشفوا مواهبكم؟ سريعا كده نبدا بفريد. هو انا ما كنتش عارفه موضوع المسابقه، يعني ميس بتاعه المسرح في المدرسه قالت لي على موضوع المسابقه، وقالت لي تعالي جربي واكتبي. انا كنت داخله كتسليه اجرب يعني. وهو انا من صغري اصلا لما كانت ماما تزعل مني كنت على طول بكتب لها جوابات واحكي لها على اللي انا كنت حصل. كده يا جماعه، انا كنت زيك. تصدقي كان ممكن يبقى انا اطلع كاتبه برضو. فالميس برضو لما كتبت المسرحيه وقريتها وعجبتها عجبتها. اكتشفت موهبه الكتابه فيا. طب سيلينا، مين اللي شجعك؟ نبدا بالتمثيل.
انا بمثل من وانا عندي 5 سنين في الكنيسة والمدرسة وقصور الثقافة. اوكي، وماما طبعا اكيد هي البطلة. وبابا. طب وجولي لا سريع. بس عايزة اكمل. قولي. يعني انا اللي شجعني اني انا اساسا ما كنتش عارفة بموضوع المسابقة. شفتها على السوشيال ميديا يعني. استاذ احمد طه المخرج الفني بتاع ابدا حلمك. انا اصغر مشاركه في مشروع ابدا حلمك تبع لوزاره الثقافه تحت رعايه الدكتوره عين صبري دايم فرقه اسيوط. اوكي، طب جولي سريعا قولي لي. ماشي. انا بيشجعني وانا صغيره اقرا الاول، كان بابايا ومامتي وخالي. تحيه ليهم. شكرا. وبعدين بدات اكتب، هم اكتشفت في مسابقه تبع المدرسه. ومن ساعتها بقى هم بيدعموني طبعا، ودعم المدرسه واداره الاداره التعليميه تابعه ليها مدرستي. انا بحييكم يا بنات، وبجد يعني والله بجد انتوا كل واحده فيكم تستحق حلقه لوحدها، واوعدكم ان انتوا تكونوا معايا في موضوعات مختلفه من القصص بتاعتكم نتناقش فيها بقى. يعني ممكن نتكلم عن التنمر، اجيب سيلينا، التفرقه العنصريه، وانتي بالخمس قصص بتوعك. بحييكم يا بنات مصر، انتوا شرف لبنات مصر، كملوا حلمكم، انتوا طاقات ابداعيه قويه جدا جدا. وبشكر جائزه الدوله للمبدع الصغير اللي عرفتنا بهذه الطاقات. بشكر فريده من اسكندريه، بشكر سيلينا من اسيوط، وبشكر كمان جولي من القاهره. انا مش عارفه اختم اقول ايه، يعني هم اول مره كده مبقاش عارفه اقول ايه بعد الجمال ده والحلاوه والابداع ده. فعلا 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 مصر فيها طاقات ابداعيه كبيره جدا جدا، كان بس ناقص ان احنا نكشف الستاره على هذه الطاقات. والحمد لله بقى عندنا جائزه دوله للمبدع الصغير بتقام تحت رعايه السيده الفاضله انتصار السيسي، بتكشف الستار على هذه الطاقات الابداعيه الجميله. بنات مصر حلوه قوي قوي، ويستحقوا الدعم من يعني القياده السياسيه اللي فعلا بقت مهتمه بالمراه وبالبنات. ففعلا بنات مصر تستحق الدعم، عقل مش مجرد جسد، بنات مصر عندهم عقل وبتفكر وعندهم ابداعات. فعشان كده احنا ان شاء الله هنركز مع البنات الحلوه دي ونعمل معاكم حلقات تانيه. ابهرتوني، بحبكم جدا جدا جدا، ويعني هقول ايه، قمر بحبكم.